شيخنا احنا رفضنا دخول مجلس الشعب لاجل الديمقراطيه اللي داخلتنا، صح؟ صحيح. نحن لا نريد شريعة عن طريق الديمقراطية. لا نريد شريعة عن طريق الديمقراطية. الشريعة حكم الله، حكم الله لا يحتاج لحكم الناس. احنا استفدنا من القصة دي ان نواميس الكون كلها بتتغير عند ماذا؟ عند الاستمساك. المنهج الذي ربينا عليه اخواننا من السبعينات الى الان هذا هو. الناس بتسمع منا هذا الكلام كأن دي حاجة جديدة. ما ده يا اخواننا المنهج من السبعينات. احنا اعتقلنا في 81 بسبب هذا المنهج. انا اترك هذا علشان بيلوحوا لنا كده بجزره، احنا مش عايزين الجزره دي. هيمسكونا ويعدمونا ويسجنونا وهضيع الدعوه، لا ما تخافش. انظر كيف ان الله تعالى انجى موسى وقومه وغير نواميس الكون في لحظه من اجل ماذا؟ ان يحمي المؤمنين. ما تقولش كم ده الموس، كم ده حصل في افغانستان، وكلام ده موجود في ايات الرحمن في ايات بتاع الشيخ عبد الله عزام. وان كنا نتحفظ على فكر الاصطدام المسلح وليس هذا شاننا، ولكن كان الدبابات الروسيه تحاصر مجموعه من الاخوه العزل، اخ منهم معاه علبه فاضيه يوم رميها في دبابه تنفجر الدباب يدوروا الجري، علبه فاضيه. وكان ده في افغانستان. ايه اللي حصل؟ وفي دبابه تنفجر بعلبه فاضيه؟ لكن هو اليقين لا نملك الا العلبه الفاضيه دي. رموها وكان ما كان. في الجزائر، فرنسا ضربت الجزائر بكل الالات العسكريه الحديثه، ومع ذلك انتصرت الجزائر ونالت حريتها. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى. قل بلى. يبقى اذا نحن نستمسك بالله عز وجل وندعو الله تعالى ان ينصرنا، وان شاء الله دعوتنا السلفيه ستكون دعوه مباركه لانها دعوه الانبياء، وسيكون لها باذن الله تعالى الخير والتمكين ان شاء الله.